فاهمه؟ فاطمه يا فاطمه هو بالدور ما هو هنايا لو مونطون اون فوا فاليدي في لا تاكسو تاع 400 تاع لو لاكوري تاع بعدها ما شرح عليه لو ارتأت مديرية وحدة البريد لولاية وهران أن تنظم أيام تحسيسية لتعميم وسائل الدفع الإلكتروني على مستوى ولاية وهران. وفي هذا الإطار جاء كان اليوم حضور المجتمع المدني وكذلك أسرة الإعلام وكذلك الجمعيات المتواجدة على ولاية وهران. هذه الأجهزة التي وفرتها إدارة البريد الجزائر فيه نوع من وسائل الدفع الالكتروني، اولا فيه لو تي بي او وكذلك فيه لو كيو ار كود. وحنا اليوم قمنا بدعوه جميع هؤلاء الفاعلين على مستوى الولايه لتحسيسهم وكذلك لمرافقتنا على مستوى ولايه وهران لتعميم هذه الوسائل. شفنا يعني ما نقولوش نقص، ولكن نقص توعيه وتحسيس من طرف الزبائن وكذلك التجار عن طريق اقتناء هذا الجهاز وجهاز الدفع الالكتروني. ومن خلال هذه الفتره التكوينيه اللي نشاهدوا فيها يعني مشاركه فئات المجتمع المدني اللي عندهم صله بوسائل الاتصال والاعلام، ومن خلال هذه الفتره التكوينيه سوف تليها مباشره، ما راهيش فتره تكوينيه لمده يوم واحد فقط، ولكن سوف تدوم على مدار الاسبوع من خلال مشاركه الفاعلين الذين هم بدورهم سوف ينقلون هذه المعلومه وننزل سويا الى الميدان لتعميمها وتطبيقها على مستوى التجار في مختلف المساحات التجارية.